أب مع الدكتورة نادية النشار. بس انت ملاحظ ان على مستوى الجماهير اللي احنا طلع معانا كذا مكالمة من بداية الحلقة، مفيش تعصب، في روح رياضية عالية المستوى، فإذا الإعلام يقود حركة النقاش. هو المفترض ان الإعلام فعلا زي ما حضرتك بتقولي يقود حركة النقاش بالشكل السليم، لكن مش عالك ترند مثلا وانت على موقع، والمواقع الإلكترونية شرط انك تبقى حققت أهدافك انه الناس تدخل والترافيك يزيد بالزبط. طب هنا تعمل ايه؟ ما هي الجزئية دي بقى، يعني هل انا لو كان في ترند مثلا بيدعو للتعصب، هل انا من ضمن المهنية او بان ان انا من الشفافية بان انا ابرز الترند ده؟ على الاطلاق اطلاق، مش مطالب مني خالص. ليه؟ لان في الاخر اللي موجودين على السوشيال ميديا دول اراء شخصية لا تعكس حتى النسبة الاعم والاشمل من الجماهير كرة القدم. طب والماني وايز، يعني التفكير المالي، ما هو التفكير المالي او الترافيك انا اقدر اشتغل عليه باشكال تانية، مش شرط خالص. على فكرة فكرة الترافيك يعني احنا بنسميه شوية يعني او يعني مصطلح كده مش حابين نقوله، الترافيك رخيص ليه كده؟ ما نشتغل على الترافيك ليه؟ هو مثلا يعني هل ما فيش سيرش على لقاءات الاهلي والزمالك في شهر فبراير، في شهر مارس، في لقاءات الاهلي والزمالك، احصائيات الاهلي والزمالك، احصائيات لعيبة، مش هل في سيرش على الحاجات دي؟ طبعا. ليه ما اشتغلش عليها؟ ده كمان من ضمن المعيارية اللي مفترض يعني حتى كمان فيها جزء من المهنية، ودي حاجة بترجع لضمير الصحفي او الاعلامي، ان انا لما اكون بعمل احصائية مثلا على سبيل المثال على انسحابات الاهلي والزمالك، فبالتالي انا ممكن احسب احصائيات الاهلي واسيب الزمالك واقول عادي الاهلي انسحب اكتر من مرة، وارجع اقول ما اذكرش بقى الزمالك، انا بعمل الفوكس على الاهلي، اقول الموضوع بتاعي فير، انا بعمل احصائيات عن الاهلي بس. لا، الفير ان انا اعمل اهلي وزمالك. طب جزئيه تانية بقى ادق، ان انا ممكن اعمل الانسحابات اللي هو المباراه اللي اتلعبت بطرف واحد، اللي هو في فريق راح الملعب بس الفريق التاني ما جاش، اجي لما اجي اعد الاقي الاهلي انسحب اكتر من الزمالك مثلا في الجزئيه دي. لكن لو اضفت عليها جزئيه ان الماتش اتلعب وبدا بالفعل وانسحب فريق، هلاقي الاثنين متوازنين. ففي الاخر هي بترجع للضمير الصحفي المهني، ان انا ازاي اعمل التوازن ده، وانا اللي حابب اعمل التوازن، لان فكره الـ يعني لي طيب ده هنا حتى في الموضوعات اللي انت بتقولها دي تحديدا التوازن اكل عيش، يعني التوازن يساوي اقتصاد. بالظبط، ما عشان كده بقول لحضرتك الفكره مش فكره ان انا اجري ورا الترند اللي هو معلش يعني ما بالنسبة لنا مش هو ده اللي بيعكس الرأي العام كله، وبالتالي اشتغل على موضوعات اكثر مهنية واكثر توازن وبتحقق برضو الاستثمارية. ده بالعكس، ده ممكن تحقق اكتر في ظل انها عكس الترند. بالزبط. الناس هتحب تروح تشوف تفاصيل موضوعية عن الزحف الكبير في اتجاه واحد. التكنولوجيا والرياضة متعة اكيد هتبقى متشابكة ومضافة. صباحتك.